دي لا دميغا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. نتواجد الآن محكمة استئناف بالدار البيضاء في الموضوع اللي كيتبعو عدد كبير من المغاربة، موضوع تامي بناني. مشاهدينا الكرام، اليوم كانت الجلسة من الطبيعي جدا وكما كيتبعو عدد كبير من المغاربة الإشكال المطروح في مسودة قانون 2023 الخاصة بالمالية اللي كيعاني من السادة المحامون. كاين شلل في المحاكم بطبيعة الحال، السادة المحامون واقفين، كاين نقاش بينهم وبين الحكومة في الموضوع. في خضم الموضوع، الأم ديال تامي بناني اليوم جات للمحكمة وتأجل الملف لجوج 12. مشاهدينا الكرام، اليوم من الطبيعي جدا أنه كتكون المرافعة ديال الأستاذة زين بخيار في إطار الدفعات الشكلية، إلا أن اليوم يتزامن مع احتجاج السادة المحامون، هذا هو السبب اللي تأجل الملف. غادي نشوف أمور أخرى مع الأستاذة. أستاذة، جيتي حضرتي اليوم بوحدك؟ نعم. ما كاين والو، تأجل دغيا حيت كاين احتجاج السادة المحامون. نعم. السلام عليكم. أولا وقبل كل شيء أعلن تضامني مع السادة المحامون. كنطلب من الله تعالى أنهم يحقوا لهم المطالب ديالهم. بالنسبة للجلسة، تأخرت نهار 2/12 بإذن الله. أنا جيت ضروري غادي نسجل الحضور ديالي كوني أنا طرف مشتكي، وبغيت نقول على أن ماشي مشكل لا تأجل هاد الشيء ولا بعد شوية. باب الصبر الحمد لله باقي مفتوح، والصبر راكم كتعرفوا باللي راه عنده اسم وما عليهش الزحم، ومن الباب ديالو ما عليهاش بواب. اذا نزيدوا نصبروا كما صبرت علي 16 عام. انا مازال نصبر ومازال قد ان شاء الله نتحمل هاد العناء، هاد الجلسات، وهاد واخا هادشي كينهق الصحه ديالي، ولكن الصحه البدنيه ما الى 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 كانت الصحه العقليه يعني شاده ومتحمله هاد المسؤوليه، يعني غادي لازم غتنعكس على الصحه الجسديه. انا مستعده ان شاء الله نبقى مع هذا الملف حتى تبان الحقيقه ديال تامي بناني. ومن هاد في هذه الفرصه كنشكر المتضامنين معايا دائما وابدا، وكنقول لهم اللي راني ممتنه لكم بهذا النضال وبهذه المسانده. وحاجه اخرى هي انا مازال كندد بتحقيقات ديال 98، لان مازال ما حقناش هذا المطلب، هذا مازال ما توفرناش عليه، وهذا نندد به ان شاء الله باذن الله مع القرص المدمج اللي تمت فيه المعاينه ديال تامي بناني الله يرحمه. اذا علينا بالصبر ان شاء الله كاملين. كاينه امور اخرى جديده استاذه في هذه الفتره هذه بحكم التتبع ديالك والبحث اكثر، كاين شي مستجد؟ مستجد هو ماشي شي حاجه كبيره، هو ان بحال قلت قبيله ان الملف التحقيقات 98 مازال ما توفرناش عليها، هي القرص المدمج، هذا هو اللي احنا مازال كنطالبوا به، هذا هو الجديد. يعني هذه المده هذه كلها دازت في ودائما تندد بالشهيدتين، لان هما سورتو هذيك اللي هنايا في الوطن اللي قالت لنا محروق مقتول ومحروق ومليوح في البحر، يعني هذه الهضره ديالها خصنا ناخذوا بها وكشاهده، وما تنساش على ان ما ننساوش على انها شاهده إيه، ولكن في نفس الوقت راها متورطه في القضيه بشكل او باخر، يعني خاصها تمتثل امام المحكمه وتقلي بالدلو ديالها وتشوف شنو غادير. استاذه، التواصل ديالك مع الاستاذه زين بخيار، هي مقبله على الدفعات الشكليه، يعني كتعرفوا النقط القويه في الملف، يعني كيفاش كتشوفي الاستاذه؟ كانت كون كان يعني كون ما كانش احتجاج غتكون اليوم في المرافعه، يعني كيفاش انت متتبعه معها، كيفاش كتشوفي ان الطريقه اللي غادي تدوز بها المرافعه، يعني الادله اللي عندكم، الامور اللي غادي تقنعوا بها المحكمه وتنوروا بها القضاء؟ بالنسبه للاستاذه زينب الخيار مشكوره، عندها الكتيف في الجعبه ديالها، وعندها باش غادي تدلي ان شاء الله. لو كان دعم الجلسه اليوم كانت غادي تكون غادي تدلي بالمسائل اللي عندها، وعندها ادله ضامغه.
وهذيك الادله يعني مقرونه باش مقرونه بـ بـ بالموافقه ديال 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 الهيئه انها تبحث لنا كيف كتندد حتى هي بتحقيق 98 والقرص المدمج اللي عينوا به المرحوم التهامي بناني انذاك. نعم يعني الان استاذه جوج 12 الجلسه الجايه بدور ديال الاستاذه زينب، يعني كتشوفي الامور كتوفروا على ادله كما قلتي دامي ان شاء الله. الله يوفقها، الله يوفقها ويوفقنا جميعا. حنا بغينا غير شوف حنا سيدي هذه انا كنسميها معركه ايه، ولكن معركه في يعني معركه يعني ضروري يكون فيها خاسر ورابح، يعني كل واحد يامن بشنو 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 غادي بشنو غادي يشوف من 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 الهيئه ومن القاضي المشكور، لان ضروري غادي يستعمل الاليات ديالو باش غادي يوصل للحقيقه. هذه ما فيهاش مناقشه. بغيت نقول هو هاد المعركه هذه اللي كنسميها معركه، انا قلت لك في الحقيقه ديال تحقيق العداله، ما فيها شيء غير تحقيق العداله. ما غنظلموا حد، ما بغينا احنا نظلموا، بغينا الحق ديال داك الوليد اللي تهضم وتغدر وتقطع وتفصل، بغينا نعرفوا حقيقته شنو هي. راه يستحيل انا باش غادي يستحيل سابع مستحيلات انني غادي نتنازل ولا غنتوارى ولا غنرجع للور الا ما عرفتش. كنتمنى من الله تعالى ما يغمض ليش ربي العينين تنعرف الحقيقه، ولا بغات تجي الموت غيجي. نعم استاذه غادي نختم معك بشق انساني، نحترم التعليقات تاع الناس. كاين واحد السؤال كيتطرح هو طبيعي ولكن مزيان يعرفوه الناس، ما هي الطريقة التي تواكب بها أستاذ حياة الحياة بين الحياة العادية وبين هذا الملف اللي كتعيشي فيه من الصباح حتى الليل سنين طوال؟ سؤال كيطرحوه الناس، كيفاش كتساير حياة العالمي الحياة وهي كتعيش في هذا الملف، من ابحاث ديالو، من اشكاليات ديالو، من الثغرات ديالو، من المراحل ديالو كلها منذ 2007 وحنا في 2022. نعم هذا السؤال حتى انا كنطرحه على راسي، اللي هو كيفاش انا في هذا في هذا في هذا المحنه وربي سبحانه وتعالى عطيني القوه الجسديه والعقليه والروحيه باش نقابل داري ونقابل اولادي وقابلت راجلي الله يرحمه حتى مشى عند الله زعما وانا مقابله وانا معتنيه به، وكيفاش كنشوف حتى راسي انا. شوف الحياه تستمر باش نكونوا منطقيين، ولكن واحد الحفره كاينه في القلب اللي ملازماك. حنا كنقولوا في فاس واحد المثل تيقول لك حبوبه وجهي حكيتها سال دمها خليتها طال همها، يعني القضيه قائمه ديال التهامي قائمة والحياة تستمر وأنا عايشة حياتي بيان سور. كناكل تنشرب تنخرج تندخل بحالي بحال 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 الطرف الآخر، كل شيء حياة عادية. هذا بشكل برا، ولكن هضري لي على الداخل. الداخل أسيدي كاين تأثيرات على الأسرة، تأثيرات جسيمة اللي ما كنحس بها غير أنا وفي قلب داري، لان نفسيتنا كلها ماشي النفسيه اللي كانت غتكون عليها لو كان التهامي كان باقي مثلا، او كون كان عرفنا حقيقته، كون عرفنا ودفنا وعلمنا قبره ومشينا تراحنا عليه كان غتكون الاوضاع احسن. دابا هذه قلت لك داك الهوه داك الفجوه اللي كاينه ما بين الحقيقه وما بيننا حنا راه معذبانا ومعذبه الدار كامله. نعم حنا غنقول لك الله يفرج عليك يا ربي، وكنتمنى لك التوفيق ان شاء الله انه توصلي للحقيقه. مشاهدينا الكرام تبعتوا معنا جوج نقاط قويين في الموضوع، الاولى انه استاذه زينب خيار طبيب حاليه محاميه واستاذ المحامون في المغرب كله في احتجاج حول مسوده قانون الماليه 2023 اللي تفرض على الساده المحامون الضرائب، في خضم الموضوع اللي تنوي الراي العام اكثر هذا الاشكال. الساده المحامون ماشي ضد الضريبه، ولكن هذه المنهجيه تكون بطريقه محكمه وفيها واقع اللي كيعيشوا السادة المحامون ويتلائم مع إشكاليات فيما هو بطبيعة الحال مهني في الميدان ديال السادة المحامون. مشاهدينا الكرام كان هذا هو السبب اللي تأجلت به الجلسة الجوج 12. الأم حياة لا زالت تضحي بالغالي والنفيس من أجل الوصول للحقيقة هي رفقة العائلة ديالها. مشاهدينا الكرام الشكر الجزيل كذلك للمتتبعين اللي كيتألموا بهذا الملف لأنه ملف غريب في ألغاز في حيرة، ولكن
القضاء قادر أنه يفك لغز حيثيات هذه القضية. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع لدي ملف وسوف نوفيكم دائما بالجديد حول حيثيات موضوع تامي بناني. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.